اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع مملحة بحشوة رائعة اقتصادية سهلة وبسيطة. فإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتوا من الأوفياء القناة نجدد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وسيت شاف لطيبات. نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبو. ندوزو نكتشفوا مقادير وطريقة تحضير هاد الحشوة. الروبوت ثيرموميكس غندير إطرة الماء نسد نجي نغلي الماء ونمشي البويوار وندور السيليكتور. ومنين يغلى الماء نجي ونكبوه على فيرميسيل شينوا باش ترطب لينا وعلى الفطر الأسود. من بعد ما يرطبوا نصفيوهم و نديرهم في البول. نزيد معاهم جوج معالق كبار تاع الزيتون بلا عظم وندوز نقطعهم ونبرمج 5 ثواني سرعة 5. قطعنا الشعرية الصينية والفطر والزيتون نحتفظ بهم جانبا. ناخذ البول نثبت فيه لاكس تاع ديكوب مينيف والبول تاعو ونحط الديسك بحيث رقم 2 هو الفوقاني اي الجهه البيضاء هي الفوقانيه باش نحك الخضار. وندير الطريبيش تاعو بحيث هذا المسامير يدخل هنايا ونمشي نقلب على غابي فين و منين غندور السيليكتور تيخدم لينا الروبو. الرابي الجزار اي خيشو والقرعه الخضراء. بعد ما حكيت او ربيت الجزار والقرعه الخضراء نحتفظ بهم جانبا. نحيد لاكس ندير في البول واحد ضريس تاع الثوم انا عندي شويه كبير وواحد البصيله نسد عليهم ونشلضهم 5 ثواني سرعه 5. ننزل كل شيء لتحت نزيد واحد 20 غرام تاع زيت الزيتون نسد ونشحر البصله باش نقش شويه من الجهه تاعها. غادي نشحرها جوج دقائق. شحرتها جوج دقائق على 100 حتى 110 او 120 والسرعه عطيتها 1. بعد ما شحرت البصله غادي نزيد شويه القزبر ومعدنوس انا عندي مقطعين. غادي نزيد شويه الكفته غنزيد الخضر اللي رابيت اللي هي القرعه والجزر 20 غرام تاع زيت الزيتون سكينجبير بصل خرقوم شويه تحميره صوص سوجا جوج معلقات الملح وما نكثروش من حيث مستعملين الصلصات مالحين والزيتون والفرماج تا هو تيكون مالح. هاد الصلصه الحاره اللي تبعها شويه الحلاوه واحد معلقه كبيره. هنا شويه الهريسه وتتبقى اختياريه. غادي نسد بالغطاء اونتي بروجيكسيون ندوز نقلب كوكيدو على فيغ سوتي ان ميلونج دو ليغوم. نمشي للمرحله الاخيره تاعو
وندور سيليكتر. صافي الحشوة تاعتنا طابت، دابا غندوز نديرها في واحد الطبصيل ونزيد عليها الفطر الأسود والشعرية الصينية والزيتون اللي سبق لي وقرطته. دابا غادي نخلط هاد المقادير، غادي نزيد الأجبان. هنا عندي الجبن الأحمر، هنا الموزاريلا، وغادي نزيد شوية تاع صلصة الجبنة تاع غاستروميكس، ونخلط هاد المقادير كلها. الحشوة تاعتنا هي هادي، يمكننا نوظفوها كيف ما بغينا ويمكننا نحتفظو بها بحال هكذا. فالمجمد الوقت اللي تنحتاجوها تنجبدوها. من بعد غناخد خبز تاع التورتيلا نقسمو على جوج، ناخد خبز تورتيلا الحجم الكبير بعد ما قسمته على جوج، ندير فيه الحشوة ونشكل منو بريوغ. هذا اللي بقى لي ندخلوه هنا. تنحصل على البريوة تاعتي. صافي بعد ما نشكل القياس اللي بحاجتي بيه، ناخذ الاول كلاد ونبروغرامي فيه بانيني، وغير دي بي نحط البريوة تاعي نكمل الطياب فيه. صافي دابا غادي ندير البريوة تاعي، هكذا تنوصلو نديرو حشوة بكمية كبيرة كيف شفتو معايا. يمكننا نقسموها لعدة أجزاء ونوظفوها في أوقات مختلفة، وهكذا تنقصو علينا الخدمة في الشهر الكريم. بريوات تيجيو رائعين، حشوة اقتصادية، وحتى الخبز اللي استعملنا فيه اقتصادي، طريقة تاعت البانيني رائع في المذاق. فإلى عجبتكم الوصفة وعجبتكم الفكرة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش على بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات. بارتاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. اللي يرغب في وصفات من هذا النوع بدون روبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة غشيت الشاف لطيفة، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبو. بالصحة والراحة، عواشر مبروكة، رمضان كريم، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.